مسا مسا على كل عشاء دحيح الأفلام. فيلمنا النهاردة اسمه كريجل، وبيحكي عن 50 شخص بيتحبسوا في لعبة وبيفضلوا يموتوا ورا بعض الواحد ورا التاني، وبيتحكموا في مين فيهم عايش ومين هيموت علشان ما يموتوش هما. ما تيجي نشوف. بيبدأ الفيلم في مكان غريب مع واحدة كانت لسه فايقة من النوم، زي ما تكون كانت في غيبوبة ولسه مفتحة عينيها حالا. أول ما فتحت عينيها شافت حواليها عدد كبير من الناس اللي كانوا في حالة سكون غير طبيعية، والغريب انهم كانوا كلهم واقفين وهم نايمين من غير ما يقعوا على الارض او حتى يفقدوا توازنهم. وهي بدأت تتفحص اللي حواليها واحد واحد علشان تحاول تفهم طبيعة المكان اللي هي فيه، وبتجرد تاخد خطوة لقدام علشان تشوف المكان افضل مما هي شايفاه. ولكن هنا اول ما بتتحرك بتلاقي فيه انذار، وبتبص تحتها وبتشوف دايرة وبترجع مكانها على طول وهي خايفة. وهنا بتحاول تجرب تلمس اللي جنبها، ولكن الانذار بيرن مرة تانية وبتشيل ايديها على الفور. وهنا واحد من ضمن الناس اللي كانوا واقفين بينادي عليها وبيقول لها ما تتحرك كيش ولا تحاول تلمسي حد علشان هم شايفيننا كلنا. وهنا واحده كمان فائت وكانت مستغربه كل حاجه حواليها، وحاولت ترجع للخلف وخرجت بره الدايره. ولكن هنا ماتت، ما هي بنت البطه السوداء. واحده تتحرك وتلمس وتاخد انذار بس، والثانيه تتحرك وهي لسه بتفهم يقتلوها. وهنا انذار كبير بيشتغل وكل الناس بيفوق كلهم مع بعض، وناس كانوا مستغربين كل حاجه، واول ما خرجوا من دايرتهم ماتوا على الارض. وباقي الناس في الوقت ده كانوا مرعوبين وكله خايف يتحرك، وكل واحد فيهم بيبص حواليه نفسه يفهم حاجه، والباقي بيفكروا يا ترى انا اللي عليا الدور اموت ولا حد تاني غيري. وانا واحد منهم كان قلبه شجاع شويه وحاول يهدي فيهم وطلب منهم محدش يحاول يتحرك او يلمس حد، وكل واحد ياخد باله من نفسه كلهم هيطلعوا من هنا بخير. ولكن المهم عدم الحركه نهائي او الخروج بره الدايره. وهنا بيظهر من وسطهم ضوء غريب شكله مرعب، وياخد الجثث بتاعتهم الواحده ورا الثانيه، وبيبدا يخرجها بره المكان اللي هم فيه اكيد علشان الباقي يلاقي مكان يموت فيه. وهنا الراجل اللي كان عمال يديهم نصايح وكان عامل نفسه نينجا بيتسايق هو كمان وبيموت على الفور. وهنا كل واحد فيهم بدا يخاف اكتر بعد اللي كان عملهم ما. وهنا واحد منهم بدا يفهم اللعبه بعد تركيز كبير، وفهموا منهم هم اللي بيختاروا الشخص اللي هيموت عن طريق حركه ايديهم، وان ايديهم على حسب حركتها بتغير الاسهم اللي قدامهم على الارض، وبالتالي بيختاروا سعيد الحظ. وهنا كل واحد فيهم بدا يحرك ايده، وكل واحد شاف اختباره لغيره، ولكن محدش منهم كان قادر يشوف مين يختاروا يموت. وانا فهموا من الراجل انهم هم اللي هيختاروا اللي هيموت. وانا بيظهر الشعاع مره تانية وبيقتل واحد منهم. وهنا واحده قالت لهم اللي بيموت بيكون عباره عن تصويت، واللي بيطلع في اختيارات غير اكتر واحد هو اللي بيموت. ولحظه الاختيار بتكون اول ما نقفل ايدينا، وهنا بيتفقوا يختاروا الست اللي ماتت من شويه تاني، وكان الشعاع بيطلع يقتل واحد من اللي واقفين. وواحد بيقول ما يمكن ده كان تاني اعلى اختيار بما اننا مش شايفين اختيارات غيرنا. وهنا كلهم بيتفقوا يفتحوا ايديهم وما يختاروش حد يموت، ولكن برضه الشعاب بيختار واحد منهم وبيقتله. وهنا الرعب زاد في قلوبهم عن الاول، وكل واحد بيفكر ازاي يخلع من الموت. وهنا فهموا كلهم انهم لازم يختاروا علشان لو هم ما اختاروش الاله هتختار مكانهم، وبرضه حد منهم هيموت. وهنا شاب خد المبادره واتكلم وقال الاله دي بتختار واحد مننا يموت كل دقيقتين، وبالتالي احنا عندنا وقت كبير نفكر ونفهم الاله دي بتشتغل ازاي علشان نقدر نفاديها، وممكن نضحي بالعواجيز اللي وصلنا لانهم كده كده قربوا يموتوا وعاشوا شبابهم واحنا لسه شباب وقدامنا حياه طويله لينا. وهنا بعض الناس منهم بدات تعترض وقالوا لا ان ده ظلم ليهم، وكده احنا اللي هنكون قتلناه بنفسنا. ولكن الشاب بيعرفهم ان ده هو الحل الوحيد، وبيصوتوا كلهم على راجل عجوز وبيموت فعلا. هنا كلهم حاولوا يفكروا مع بعض عن طبيعه الشيء اللي بيتعاملوا معاه، وبداوا يسالوا نفسهم هو حد فينا فاكر هو وصل هنا ازاي ولا حتى مين جابنا هنا. وهنا واحد اتكلم وقال انا اخر حاجه فاكرها اني كنت لوحدي، ولكن فجاه في حاجات غريبه هجمت عليا والدنيا بدات تضلم في وشي ومش فاكر حاجه تاني من وقتها. وهنا كلهم مع بعض بداوا بالتصويت على العجوز التاني، اختاروا ست عجوزه وماتت. وبعد كده الشاب اتكلم وعرفهم انه بعدها شاف نفسه في اوضه حمراء وكانت كمان ضلمه جدا. وبعد كده بيجي الدور على العجوز اللي بعده، ولكن العجوز بيحاول يعمل نفسه ناصح علشان ما يموتش، وبيقول لهم انا كمان شفت الاوضه الحمراء والضلمه، ولكنهم بيعرفوا انه بيفتي وبيختاروه وبيموت. وبعدها بيبداوا يفكروا مين عليه الدور علشان يموت. وهنا بيختاروا واحده، ولكنها بتعرفهم انها مش عجوزه وانها عندها 52 سنه، وانتوا قررتوا تختاروا اللي فوق 70 سنه بس. وهنا سالوها طب ليه شعرك ابيض يا حاجه، وهنا عرفتهم ان ده بسبب السرطان، وانها لسه عندها السرطان وبتتعالج منه، وانها لسه في المراحل الاولى من المرض. وهنا قرروا انهم يختاروها لانهم شايفين انها كده كده بين الحياه وبين الموت. ولكن هنا كل الناس ما كانتش طايقه الشاب اللي عمال يقرر مين فيهم يموت ومين لا، وقرروا هنا ان هو اللي يموت واختاروه ومات. وهنا الست المصابه بالسرطان فكرت ان ليه اختاروهم هم دول علشان
يكونوا موجودين هنا على الدايرة، وانه اكيد في سبب مشترك بينهم جمعهم هنا. وانا واحدة منهم بدأت تتكلم عن نفسها وعرفتهم انها مين وجاية منين وهكذا، ولكن الجهاز بيشتغل هنا وبيقتلها. وكلهم هنا بيخافوا يتكلموا عن نفسهم اللي هيحصل فيهم زي ما حصل فيها، لكن بعدها واحد منهم اتطوع وبدأ يتكلم، عرفهم ان مراته تكون موجودة هنا ومعاه، وطلب منهم محدش يختارها ويختاروه هو يموت. وبعد كده اختاروا العجوزة اللي عليها الدور وماتت. وهنا كان في واحد اسباني معاهم بدأ يتكلم ولكنهم مش فاهمينه، ولكن هنا واحدة كانت تعرف اسباني بدأت تتطوع وتترجم له اللي بيقولوا ليه. وهنا عرفوا منه انه موجود في البلد هنا بشكل غير قانوني واكيد شغال وواخد حق واحد امريكي وبيشتغل مكانه هنا، وده ظلم كبير علشانه، وكلامهم كان كله عنصرية وظلم. وهنا بدأوا يختاروا يموت، ولكن واحدة غيره وقتها هي اللي ماتت. وهنا واحد منهم اتكلم وكان شرطي وكان يعرف مجرم وسطهم، وعرفوا منه اعتدى على صاحبته لازم يموت. وهنا اعترف بجريمته بعد ما كلهم ضغطوا عليه، وهنا اختاروه ومات. وهنا واحدة قررت تتكلم فيهم وعرفتهم انهم لازم يختاروا الشخص اللي ما يستاهلش يعيش لحظة واحدة زي المجرمين والفاسدين والحرامية والظلمة. وهنا واحد كان اسمر وسطهم واتكلم وكان خايف، قال لهم انتوا كده بدأتوا تتعاملوا بشكل عنصري وهتختاروا السمر يموتوا الاول بسبب العنصرية بتاعتكم. وهنا الراجل اللي كان شرطي بدأ يهاجم الراجل الاسمر، وعرفوا ان السمر بيحاولوا يعيشوا دايما في دور الضحية علشان يخلوا الناس تصعب عليه وتساعده، ولكن الشرطي ما بيلحش يكمل كلامه. وهنا بيختاروه وبيموت. وهنا واحد منهم ما كانش طايقهم كلهم، وعرفوا منهم كده بدأوا يخرجوا عن الهدف الاساسي ليهم ويبعدوا عنه. هو انهم دلوقتي قدروا يفهموا الآلة بتشتغل ازاي، ولازم يدوروا على طريقة يوقفوا الآلة بيها، ولازم يبطلوا قتل في بعض ويفكروا بشكل ايجابي شوية. وهنا قرروا يصوتوا على نفسهم كلهم، ولكن التصويت على النفس كان ممنوع. وهنا فكروا كل واحد يصوت على اللي موجود على ايده اليمين، وصوتوا واحد منهم مات مختلف، وهنا فهموا ان اكيد حد فيهم صوت بشكل خاطئ. وهنا قرروا التجربة من تاني وحذروا بعض ان لازم كل واحد فيهم يركز علشان يختار اللي جنبه ما يبعدش عن الهدف الاساسي بتاعهم. وكلهم ركزوا وطلع التصويت متعادل بين اتنين وتم تحديدهم، وكان لازم يختاروا واحد منهم. والاختيار كان بين راجل وست، بما ان كل الناس عنصرية مع الملابن وبيحبوهم علشان بيضطروا عليهم القعدة، فكلهم اختاروا الراجل يموت ومات. وواحد هنا بيتكلم معاهم وعرفهم ان اللي بيحصل ده غير عادل، ولو فضلنا مكملين على كده واحد مننا بس اللي هيموت، لازم نشوف حل قبل ما نموت كلنا، وانا مش جاي هنا علشان اموت. وانا الوقت التنازلي بيشتغل وبيصوتوا وبيطلع التصويت، المرة دي بين طفلة صغيرة وست عجوزة. وهنا كلهم بيختاروا الست العجوزة تموت، وبيسيبوا الطفلة عايشة وبتموت العجوزة. وبعد كده الاختيار بيتعاد مرة تانية، ولتالت مرة بيحصل تصويت بين اتنين، وبتطلع البنت الصغيرة مرة تانية في التصويت ومعها الست الحامل وكمان الراجل اللي واقف وراه. وهنا بيختاروا الراجل اللي وراهم وبيموت هو كمان، وبتعيش الحامل والطفلة الصغيرة. وهنا واحد منهم بيتكلم وبيطلب منهم انهم يختاروه هو يموت. وهنا كل الناس كانوا مستغربين ازاي في حد ممكن يضحي بنفسه ويموت علشان غيره، وخصوصا انهم ناس هم ما يعرفوش ولا حتى في اي فيلينج بينهم. ولما سألوا لي بتطلب كده مننا وليه عاوز تموت، عرفوا انه زهق وتعب نفسيا من كتر ما هو عمال يقتل في الناس، انه مش عاوز يقتل حد تاني، ده غير ان عنده 16 سنة بس. لكن هنا واحد منهم يرفض يصوتوا للواد ده يموت، لانهم كانوا شايفينه لسه طفل، وهنا اتطوع هو يموت لانه كبير في السن، والناس كلهم اختاروه ومات. وهنا بدأوا يشوفوا مين تاني هيتطوع علشان يسهل الموضوع عليهم علشان ما يختاروش حد بمزاجهم. وهنا الواد اللي عنده 16 سنة بيتطوع مرة تانية، ولكن هنا بيخرج بره الدايرة وما بيستناش حد يقتله بيموت. وبعد كده بدأوا يبصوا لبعض علشان يشوفوا مين تاني هيتطوع ويموت. وهنا واحدة عجوزة كبيرة في السن عرفتهم ان ابنها الوحيد مات في السنة اللي فاتت، ومن بعده هي بقت فقد الامل في كل حاجة. وهنا الست العجوزة بتخرج بره الدايرة بتاعتها وبتموت هي كمان. وبعد كده الموضوع بيتقلب بشكل عكسي تماما وبقت مسألة دينية. وهنا واحد ملحد اتكلم وقال ان الآلة دي هي دلوقتي اللي بتقرر مين يموت ومين يعيش، ولا يعز بالله يا دحيح الله وحده هو من يحيي ويميت وهو من بيده كل شيء. وهنا الآلة قررت تختار الملحد وواحدة تانية، والملحد حاول يستفزهم علشان يختاروا الست واختاروها فعلا وماتت هي. وبعد كده الملحد اتكلم وقال ان اللي جنبه ممثلة وصايعة ولازم تموت. وهنا حصلت خناقة بين الناس بسبب الملحد، وكان بيستفزهم علشان يختاروا اللي جنبه مرة تانية، ولكن الست كانت بتدافع عن نفسها وعرفتهم انها مش بتعمل اي حاجة قليلة الادب غير مع مديرها بس. والملحد كان ذكي وكان بيعمل كل ده علشان يختاروا اللي هيقف ضده ويسيبه هو يعيش، ولكنهم في الاخر بيختاروا الملحد يموت ويختاروا الست تعيش بعد ما فضلت تعيط وكانت منهارة بشكل كبير جدا. وبعد كده راجل وسطهم شاف واحدة حواليه وعرف انها مثلية وكمان متجوزة واحد بشكل مثلي، وهنا حاول يخلي الناس يصوتوا ضدها علشان تموت، ولكنهم هنا صوتوا ضده وموتوه هو. وبعد كده كل واحد فيهم قلبه بيقف من الخوف وبيكون خايف يكون عليه هو الدور يموت. وهنا الاصوات بتتعادل بين اتنين، والاتنين دول كانوا بيحبوا بعض ودايبين في حضن بعض، وفجأة بيصوتوا علشان
عشان واحد منهم يموت، ولكن بيتفاجئوا ان الاثنين ماتوا مع بعض، وهنا بيعرفوا ان في حال تعادل الاصوات فالاثنين اللي التعادل حصل بينهم هيموتوا هما الاثنين مع بعض. وبعد كده بتيجي مرحله التصويت مره ثانيه، وبيصوتوا وبيجي الدور على واحد من اليابان وبيختاروه هو وبيموت على طول على الفور. وبعد كده بتحصل خناقه كبيره بينهم على مين فيهم هيموت ومين هيعيش، والخناقه تطورت بسبب ان كل واحد فيهم كان بيحاول يرشح الثاني. وهنا بيجي التصويت والمترجمه اللي كانت بتترجم للاسباني بيجي عليها الدور وبتموت هي كمان، وبعد كده بيجي الاختيار والموضوع الثاني مقرره بيوقع الطفله في اختيار مع راجل عجوز، وان الراجل العجوز بيقرر يخرج بره الدايره علشان يحمي الطفله وبيموت هو. وبعدين الاختيار الخامس مره بيوقع الطفله في اختيار مع عجوز ثاني، وهنا الناس بسرعه كلهم اختاروا العجوز والطفله عاشت. وبعد كده بيقرروا يتفقوا على واحد في التصويت علشان ما يحصلش اختيار ما بين اثنين ثاني، وهنا كلهم بصوا لبعض وشافوا اكتر واحد ناقص فيهم وكان شخص بايد واحده وقرروا يقتلوه بشكل عنصري همجي. وبعد كده عدد الناس اللي لسه عايشه كانوا قليل جدا، وكانوا عباره عن 13 واحده بس لسه عايشين من بين 50 واحد، وبيكونوا في 37 واحد مات ما بين قتل وغدر وعنصريه وكذب وتضحيه. وبعد كده الخناقات بتزيد بينهم بشكل كبير، وبيقرر يختاروا الراجل المتجوز وعرفوه انه لو ما ضحاش بنفسه مات هيختاروا مراته مكانه وهتموت هي. وهنا حاول الراجل ومراته يستنجدوا بكل الناس، وهنا كان في واحد اسمر قرر يضحي بنفسه علشانهم هما الاثنين واختاروه هنا ومات الراجل الاسمر. وبعد كده عدد الناس قل اكتر، وهنا واحد من اللي كانوا موجودين بدا يشك ان الراجل والست دول مش متجوزين ولا حاجه وانهم عاملين فيلم على بعض. والراجل ده في الاول كان قال اسمه، وهنا قرروا يختبروا الست ويسالوها عن اسمه لكنها ما بتعرفش ترد عليهم لانه اصلا مش جوزها. لما بيشوفوها مش عارفه بيقرروا يحطوهم هما الاثنين في حاله اختيار ويختاروا بينهم. والراجل عرفهم ان الست هي اللي عملت كل ده واتفقت معاه، ولكن الست كذبته وعرفتهم انها مش كذابه وانها عندها فعلا بنت ليها، ولكن مش من الراجل ده. ولما انهارت بشكل كبير كلهم قرروا يختاروا الراجل ومات. وبعد كده كان في راجل ذكي حاول يضم خمسه من الناس ليه وبقوا تبعه، واختاروا يصوتوا مع بعض ضد الباقي علشان يضمنوا انهم يفضلوا عايشين. وهنا الاله اشتغلت بعد الانذار والتصويت ما خلصوا، واختارت خمسه من الناس وكانوا هم الخمسه اللي عملوا تحالف مع بعض ضد باقي الناس، وضربت اربعه كاملين وكانوا الاربعه اللي انضموا للراجل، والراجل اللي ضمهم هو بس اللي فضل عايش. وبعد كده الراجل الشيطان ده حاول يضم الست الحامل معاه علشان يختاروا الطفله تموت، ولكن الست الحامل طلعت اصيله ورفضت كلامه. وهنا الناس كلهم اتفقوا على الست دي وعرفوها انهم هيختاروها ضد الطفله وهتموت هي. وفي اللحظه دي واحد منهم بيخرج بره الدايره وبيضحي بنفسه علشان ما يختاروش الست الحامل وبيموت على الفور، وقتها بيتبقوا سته من اصل 50 واحد مات منهم 44 واحد. وبعد كده عملوا مع بعض فرق مختلفه، وكل فريق منهم كانوا بيختاروا واحد من الفريق اللي قدامهم يصوتوا عليه علشان يضمنوا هم يعيشوا لابعد نقطه. وان الراجل الشيطاني اختار الطفله انهم يصوتوا عليها، وواحد تاني اختار الست المتجوزه. وهنا بدا التصويت بعد ما كلهم اتفقوا، والست المتجوزه والطفله كانوا الاثنين منهارين من العياط وخايفين يموتوا. ولكن في اللحظه دي كان في واحد عجوز من ضمن فريق الراجل الشيطان بيرفض التصويت على الطفله، وهنا بتموت الست المتجوزه. هنا الراجل الشيطان بيسال العجوز ليه ما اخترتش الطفله، وهنا عرفوا منه انه اخرس ومش بيتكلم، ووقتها بسبب علته بيقرروا يختاروه هو يموت وبيصوتوا ضده. ولكن بعد كده بيكتشف الراجل الشيطان ان كلهم اتفقوا عليه هو يموت، والاله تضربه وتسعقه وبيموت احسن ما كانش بينزل من زور الراجل المستفز ده. وهنا بيتبقى بعد كده الراجل العجوز والشاب اللي كان فاكر ازاي دخل هنا والست الحامل والطفله. بيعرفوا وقتها ان الراجل العجوز ما اختارش اي حد يموت من ساعه ما بدا التصويت من الاول خالص، وان الشاب بيقنعهم يصوتوا ضده وبيموت الراجل العجوز، ومش بيتبقى غير الشاب والست الحامل والطفله. ثلاثه بس من اصل 50 واحد كانوا لسه من ساعه واقفين وسطهم هنا. وبعد كده الشاب قال لهم انا هخرج وهسيبكم انتوا هنا عايشين، وعرف الطفله انها لازم تخرج بعد كده علشان تسيب الست الحامل عايشه بسبب الطفل اللي في بطنها. وبتوفي هنا الطفله انها تخرج، وبيفضل الشاب يحمس في الطفله علشان تخرج، والطفله بتتحمس، وبيتفقوا مع بعض ان الشاب والطفله هيخرجوا في نفس الوقت ويسيبوا الست الحامل عايشه. ان الطفله بتتحرك وبتخرج خارج الدايره وبتموت، وكمان بتموت معاها الست الحامل، والشاب بيكون ضحك عليهم وما خرجش هو، وبيكون لعب عليهم علشان يفضل عايش وهم يموتوا. وبيفضل بعدها الشاب لوحده هو اللي عايش وهو مش مصدق نفسه وفرحان باللي حصل، وبيكون هو خدعهم عن طريق انه خلى الطفله تخرج وبعدها اختار هو الست الحامل تموت. لكن هنا بتحصل حاجه غريبه، والاله بتشتغل من تاني وبتختار الشاب ده والطفل اللي في بطن الست الحامل، وبيحصل التصويت بينهم، والراجل بيكون مصدوم ومش مصدق ايه اللي بيحصل بعد ما فكر انه ضمن يعيش. وان الراجل بيكون اناني للمره الثانيه وبيختار الطفل اللي في بطن الست، وان فجاه المكان بيتبدل والراجل بيلاقي نفسه في الشارع وفي مركبات فضائيه كتير على الارض، وبيكون حصل غزو فضائي، وبيكون اللعبه دي عملها الفضائيين علشان يقدروا يشوفوا ويعرفوا
مين من البشر اللي هيقرر يقتل الناس كلها اللي حواليه، وكمان يكون طماع ويقتل اي حد حواليه في سبيل حياته حتى لو كان طفل جنين لسه. وبيخلص هنا الفيلم، اتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش علينا باللايك تشجيعا لينا علشان نستمر ونقدم لكم الافضل دايما. لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب، واشوفكم على خير ومع السلامه.